المطعم جوج الحوايج اساسيين الا وهو مقبله العداله الاجاريه الممرضين وتقنيه الصحه والرفع والتصديق مشوره ترقي. دونك الاتفاق اللي كان في اواخر شهر 12 ديال 2023 كان اتفاق هو مجرد اتفاق مبدئي، لانه ما كاينش واحد الغلاف مالي من وزاره الماليه باش نقدروا نتفاوضوا عليه، ما كاينش، كانت مجرد يعني مجرد تكهنات، يعني ما كاينش واحد المقدار مالي اللي غنقدروا نبنيوا عليه. اننا حنا كنقابه مستقله طالبنا بزياده ديال 3000 درهم صافيه للممرضين وتقنيه الصحه. علاش؟ لان الوزاره بغات يعني عطات واحد الخصوصيه للموظف المهني الصحه بوزاره الصحه، تعطاتهم واحد الخصوصيه، وهذه الخصوصيه ما خصهاش تجي غير سميتو، خصها تجي حتى بتحفيز الموارد البشريه ديالها، ومن بينهم الممرضين وتقنيه الصحه، لان كما كتعرفوا انه في الاتفاق ديال 2006 الممرض زادتهم 100 درهم، اتفاق 2022 زادوا صفر درهم، دونك حال الوقت باش يتنصف الممرض وتقنيه الصحه. انا الرساله ديالنا للحكومه للوزاره انها خاص تستجيب للملف المطلبي للممرضين، وعلى الراس ديالو العداله الاجاريه وشروط ترقي منصفه ومصنف المهن والكفاءات. دونك هادو راه ثلاثه المطالب اللي ملحه خاص الاستجابه لهم عاجلا ان شاء الله. يجب ان نذكر باتفاق 24 فبراير في 2022، هذا الاتفاق التي خرجت به النقابات الكلاسيكيه مع وزاره الصحه بانصاف جميع موظفي قطاع الصحه الا الممرض، الممرض الذي خرج بصفر مكسب مالي لما لا ندري لحد الساعه، لكن اليوم جاء في ظل اصلاح المنظومه الصحيه نطالب بانصاف الممرض وتعويض عن الضرر الذي لم تنصفه الوزارة أو النقابة الكلاسيكية. تحت لواء النقابة المستقلة للممرضين خرجنا اليوم بأشكال نضالية على الصعيد الوطني لنقول أنه لا تنازل على مطالبنا المشروعة، أولها الإنصاف عن التعويض عن الأخطار اللي هي أكيد مستحقة، بالإضافة إلى التعويض عن التأطير الذي يقوم به الممرض لجيل جديد، بالإضافة إلى إنصاف ضحايا المرسوم مراسم السابقة، وأولها الممرض ذو سنتين الذي يعاني لا إنصاف منذ سنين وسنين. جاء الوقت ليقول الممرض كلمته، جاء الوقت لإنصاف هذه الفئة التي تعاني في صمت منذ سنين وسنين. يكفي أن الممرض يشتغل في ظروف صعبة تحت ضغط كبير في لا أمن، وهو من يمثل ويقدم 80% من العلاجات بالمنظومة الصحية أكيد، ويسهر على الأمن الصحي للمواطنين في ظل غياب قانون يحميه، ويتعرض في الأخير إلى مساءلة قانونية. يعني إن قمت بذلك فهو خير، وإن لم تقم به فأنت مساءل. يعني جاء الوقت لإنصاف هذه الفئة ورفع الظلم والحيف. تحية نضالية عالية من هذا المنبر. أولا السلام عليكم، تحية عالية للمنبر الصحفي أيوب الزين عضو المكتب الجهوي. جاءت هذه الوقفة الجهوية تزامنا مع الوقفات الجهوية على صعيد المملكة المغربية. جئنا نعبر عن مطالبنا السامية التي تتمثل في العدالة الأجرية أولا، وهي المدخل الأساسي لإصلاح المنظومة الصحية. جئنا نقول للوزارة إن لم يكن هناك إنصاف للممرضين وتقني الصحة الذي طاله الضرر منذ 2006 ثم 2011 ثم جاء الضرر في 2022 الذي عانى من عدم استفادته المادية من وحقوقه في سنة 2022 الذي يعتبر فضيحة نقولها في وزارة. جئنا هنا نعبر عن 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 رفضنا لهذه السياسة التماطلية والتي لا تعطي للإصلاح من صفة، ونقول للوزارة اعطي للممرض وتقني الصحة مكانته المادية، اعطيه مكانته وقومي بإنصافه ليكون الإصلاح، لأن الممرض وتقني الصحة هم اللبنة الأساسية للإصلاح. وتحية. واحد الاتفاق اللي كان يعني في الأول ديال الشهر هي فقط يعني كانت واحد الوعود من الوزارة على أساس أنه إن شاء الله في الأخر ديال الشهر يتم تفعيل ديال هاد النقاط. هاد النقاط لحد الساعة حنا وعود، هي وعود فقط، لحد الساعة لم يتم يعني تسبق أي نقطة من ذاك الاتفاق. نحن نتمنى صدقا يعني من الوزارة أنها هي عارفة يعني بالدور اللي كيلعبوا الممرض، وهذا باعتراف ديال السيد وزير الصحة ما من مرة، واعتراف ديال الجميع أن الممرض لعب واحد الدور محوري لا في الجائحة ديال كوفيد لا في الكارثة اللي كانت حلت بينا ديال الزلزال. يعني هذا الممرض عنده واحد الدور كبير. كان واحد الاتفاق ديال 2022، هذا واحد الاتفاق ديال 2022 بداية ديال الحوار الاجتماعي داخل وزارة الصحة. الإشكالية اللي كان في هذا الاتفاق أن الممرض لم يتم يعني
استفادة تماما، لم يتم يعني الرفع المعجري تماما، ما كانش يعني الانصاف ديال الفئة تماما، في حين كنا يلا خرجنا من كوفيد كنا يعني حتى حنا كنقولوا لا راه عندنا الشاف والخدمة اللي دارت وكذا، يعني لا ما نحتاجوش نديروا وقفات ما نحتاجوش كذا، هما يتصرفوا اوتوماتيك. ولكن للاسف تم اقصاء في هذا الاتفاق ديال 2022. نتمنى خيرا انه ان شاء الله في هذا الاخر ديال الشهر يتم انصاف ديال هذه الفئة، يعني اللي يكون واحد الانصاف يعني لا من ناحيه ديال الزياده في الاجر، لا من ناحيه باقي المطالب، لا من ناحيه ديال القانون لا من ناحيه ديال الهيئه، قضيه ديال مصنف الاعمال كما كتعرفنا راه كنخدموا بلا قانون لا والو، كذلك القضيه ديال الاطار العالي الصحي. المهم كاين عده مطالب اللي هي فئويه، انصاف ضحايا المرسوم ديال 2017 حيت كاينه ضحايا كثيره، ونتمنى ان شاء الله يخير في هذا الاخر ديال الشهر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.